أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وحوار اليوم. أصبح الصعود الصيني قضية تشغل العالم أجمع، ولا يمر يوم دون أن تجد خبر أو تحليل أو ندوة بمركز الأبحاث أو غيرها متعلق بمستقبل الصين ومكانتها في النظام الدولي، وقضية عسكرة الجزر بالمحيط الهادئ الذي لم يعد هادئا. وأصبح أمر يؤرق أروقة البيت الأبيض خوفا على مصالحهم وعلى حلفائهم. والتحديات العالمية التي يشهدها العالم حاليا، أصبح العالم لا يبدو على يعني أكثر أمانا كما كنا نعتقد، أو أن شرقه أكثر أمانا من غربه. العالم على حافة الهوية كما يقولون، وإرهاصات حرب عالمية ثالثة تدق ناقوس الخطر أمامنا جميعا. حول التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والعملاق الآسيوي الذي تعتبره واشنطن منافسها الرئيسي، يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد نصار، الباحث بمعهد البحوث والدراسات العربية. أهلا دكتور محمد. أهلا بك. اسمح لي أن نذهب إلى هذا التقرير أولا ثم نعود مرة أخرى لبداية هذا الحوار. على خلفية إطلاق الصين منطادا انتهك الأجواء الأمريكية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إرجاء زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الصين التي كانت مقررة هذا الأسبوع، حيث شدد البنتاغون على أن المنطاد للمراقبة وأغراضه تجسسية، مؤكدا على أن دخول المنطاد الأجواء الأمريكية غير مقبول. في الوقت ذاته أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن واثقة باستمرار الحوار مع بكين رغم إرجاء زيارة بلينكين، مشيرا إلى أن تحديد موعد جديد لزيارة بلينكين إلى بكين سيتم بعد توافر الظروف الملائمة لإتمام تلك الزيارة والتي تسعى لتجنب اندلاع حرب بين واشنطن وبكين. في الوقت ذاته أعربت بكين عن أسفها لانتهاك المنطاد الصيني غير مأهول المجال الجوي الأمريكي، مؤكدة أن الجسم الطائرة هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم من غير قصد. كما أوضحت أيضا أن المنطاد مدني يستخدم لأغراض البحث، ودخوله المجال الأمريكي تم عن غير عمد بسبب قوة قاهرة نتيجة تيار الرياح الغربية في ظل قدرته المحدودة على التوجيه الذاتي. كما شددت الخارجية الصينية على التواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل مناسب مع هذا الوضع غير المتوقع بسبب المنطاد. يبدو أن مشكلة المنطاد ليست هي الوحيدة على السطح بين واشنطن وبكين، حيث أعربت الصين عن اعتراضها الشديد على تعزيز التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بشأن الغواصات النووية. وقالت الخارجية الصينية إنها قلقة للغاية حول المحادثات النووية بين البلدان الثلاث، مشيرة إلى أن التقارير البريطانية تؤكد أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للولايات المتحدة في مارس المقبل قد تسفر عن اتفاقيات بشأن المزيد من التعاون في مجال الغواصات النووية. أهلا بكم من جديد، وأكرر التحية بضيفي الكريم الدكتور محمد نصار، الباحث بمعهد البحوث والدراسات العربية. دكتور محمد، على خلفية مشكلة المنطاد، ما هو تحليلك؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وسلم على رسول رحمة للعالمين، أقول بالله التوفيق. في الحقيقة موضوع المنطاد الصيني الذي اخترق الأجواء الأمريكية هو ليس بالأمر يعني على المستوى المخابراتي بالأمر الصعب، والدليل هنا ان حتى المقاتلات الامريكيه لما حلقت بجوار المنطاد هي لم تسقطه، لانه طبعا هناك من تصوري امران. الاول ان هو بيخشى على السكان المدنيين في المنطقه دي، او ان هو الوضع تحت السيطره، فبالتالي هو بيحط له سيناريوهات اخرى بدل اسقاطه او التعامل معه عسكريا. لكن هو في الحقيقة هو رد للزيارة بتاعت نانسي بوليسي التي يعني أرهقت الصين، لأن نانسي بوليسي من أرفع المستويات التي زارت تايوان،
وطبعا التهديدات والتلويح. لكنه رد متأخر يعني. هو رد متأخر كعادة الصين. خلينا أقول لحضرتك، الصين النهاردة من ضمن الدول التي تضع استراتيجية على 100 عام، وهي من حتى لما نيجي ندرس شخصية الزعيم الصيني، هو حتى في العلاقات الدولية بيتأنى وبيفكر كثيرا قبل القدوم في أي خطوة. الزعيم الصيني بشكل عام أم رئيس الصين الحالي يعني؟ لا، الرئيس الصيني الحالي شي جيبين. بالضبط. فالاستراتيجية طويلة، هو لا يسعى لصدام حتمي مع تايوان، لأنه يعلم تماما التبعات التي يعني ممكن تبقى بعد كده من التدخل العسكري في تايوان من حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هو زي ما حكيتك كده للعلاقات الدولية، اللي هو الفعل ورد الفعل، أن يأتي متأخرا أن يأتي يعني قريبا، فهذه يعني ترجع لمتخذ أو صانع القرار في هذه الدولة. يعني تقدير سيادتك انه ده مجرد رد فعل، ولكنه لا يرقى لمساله التجسس. بالضبط بالضبط. والا كان، لكنه اسقطوه بالمناسبه هم عظيم. هو يعني انا اتكلم على اليوم الاول، لم يسقطوه. لم يتم اسقاطه المنطاد، وكان في الاجواء وكان تحت السيطره. لكن هو ليس بالامر الضخم الذي يهدد الامن القومي الامريكي. بالتاكيد. العلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين علاقة صراع الآن، وعلاقة منافسة، ليست منافسة اقتصادية لكنها وصلت إلى كل المجالات. صحيح. الصين الآن أصبحت تمتلك برنامج فضاء ومحطة فضاء، وتنافس أمريكا في الفضاء أيضا. صحيح. ووصلت إلى ما وصلت إليه أمريكا فقط، أكبر احتياطيات، اقتصاد قوي جدا متغلغل إلى آخره. كيف تقرأ هذه العلاقة الآن وسيناريوهات المستقبلية المتوقعة لها؟ عظيم. علشان نقول الكلام ده أو نقيم العلاقة، لازم نرجع خطوتين لورا. العلاقات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين مرت بعدة مراحل متعددة، أولهم أو أقربهم في التناغم والتجانس ما بين الدولتين كان في السبعينيات، في أول السبعينيات، لما الرئيس الأمريكي نيكسون زار الصين، وكان هناك استراتيجية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية اللي هو إبعاد الصين عن الفلك السوفيتي. وبعد كده تطورت المرحلة دي لمرحلة كلينتون، لما جت كلينتون وتم دمج الصين في النظام الدولي وأدخلوها منظمة التجارة العالمية. اللي بعد كده ترامب هيجي يقول إن دي نقطة سلبية أقامت الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد كده وكانت الاستراتيجية أنا ذاك في مع كلينتون إن هم هيدخلوها منظمة التجارة العالمية علشان يحققوا حاجتين في الحقيقة. الحاجة الأولانية إن هو يلزم الصين بقواعد المنظمة منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات. الحاجة الثانية هو عايز مزيد من حرية التجارة العالمية، زائد إن هو عايز مزيد من الرفاهية للمواطن الصيني. وده بالمناسبة يعني كان التارجت بتاعهم أو الهدف بتاعهم اللي هو إحداث تغيير سياسي في الصين. لأن النهاردة لما يبقى عند حضرتك شريحة كبيرة من المجتمع تتمتع بمتوسط دخل عالي، وبالتالي هيبقى في عولمة ثم نشر الأفكار الغربية والمبادئ الليبرالية الغربية. نعم. ثم في عهد ترامب، من عهد ترامب بدأ التوتر الأمريكي الصيني. ترامب صنف الصين بأنها التهديد الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية، لأن النهاردة كان في تعاون عسكري ما بينهم وتنسيق تجاري واقتصادي. النهاردة أدركت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب خطورة الصين، وبالتالي هم وضعوا لذلك استراتيجيات. لكن في الحقيقة عشان نكون منصفين، كانت استراتيجية ليست بطويلة المدى. فأغلق عليهم الـ يعني وضع القيود الاقتصادية وحجم شركة هواوي والشركات العالمية الصينية وما إلى هنالك من الشركات الضخمة التي تؤثر في الاقتصاد الصيني. لكن بدأت من هنا يعني الإرهاصات بتاعت الحرب الباردة الثانية، مع اختلاف حاجتين. الحرب الباردة الأولانية كان عندنا أحلاف عسكرية اللي هي حلف الأطلنطي في مواجهة وارسو. الحاجة الثانية الأيديولوجيا نفسها، يعني كنا بنقاتل أو كان الصراع في الحرب الباردة الأولى ما بين الشيوعية والرأسمالية. لكن حتى مع أن الصين شيوعية، لكن لما تيجي تقرأ المنهج بتاعهم وسياستهم الخارجية هتتضح أن السياسة بتاعتهم سياسة رأسمالية اقتصادية. لأن هو التارجت بتاعه سيادة العالم في المرسون 100 2049، أي بعد مرور 100 عام على الثورة الصينية الشعبية. جميل.
المتأمل في حقيقة الحرب الروسية الأوكرانية ومواقف الدول الكبرى منها يجد أن الصين يعني لم تقف بجوار روسيا بشكل واضح، يعني رغم أنه هي حليفتها ورغم أنه هي كانت لديها فرصة مواتية أن تنقض على مشكلتها المزمنة وأن تحلها مع تايوان وتنهي المسألة تماما. سؤال عظيم. خليني أقول لحضرتك النهاردة الصين يعني أدركت الدرس تماما مما حدث مع الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي النهاردة ناهيك عن الخسارة العسكرية في أفغانستان وناهيك عن الخيانات الداخلية وإعلان إسقاطه. الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني وضعت نصب أعينها تفكيك الاتحاد السوفيتي وضعت لذلك عدة أمور، منها إرهاق الاتحاد السوفيتي في مشاكل لا طائل منها، وبالتالي علشان حضرتك النهاردة تجاري الميزانية العسكرية والإنفاق العسكري الأمريكي الذي يعني يفوق 700 مليار دولار سنويا، ده أمر يرهق أي اقتصاد لأي دولة. فالصين أدركت الدرس تماما في أن أي نزاع أو أي دخول لمشاكل سواء مع تايوان لحل المشكلة، لأن هي ترى أن تايوان دي جزيرة أو إقليم ضل الطريق ويعني وحتما يوما ما سيعود، في الناحية الثانية تايوان ترى أنها سيادة كاملة وتطالب بعضوها في الأمم المتحدة. لكن الصين أدركت الدرس تماما بأنه روسيا حليف استراتيجي وعسكري قوي، لكن ليس بالضرورة إنهاك الصين اقتصاديا. وأنا كمحلل سياسي أرى في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان انسحاب في قمة الذكاء، هو عايز يعيد ترتيب أوراق اللعبة مرة أخرى، لأن هو في عملاق اسمه الصين لازم يتنبه ليه، ومن ثم إعادة العلاقات مع دول الجوار دول المنطقة، التواجد في المحيط الهادئ، علشان النهاردة حتى لما تيجي حياتك تشوف التحالفات اللي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية هتلاقي أن فيتنام أصبحت حليف للولايات المتحدة الأمريكية بعد العداء. ليه؟ لأن فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في العداء الصيني، ففيتنام لا ترى في التمدد الصيني خير. فبالتالي عدم دعم الصين المباشر القوي لروسيا ده في قمة الذكاء، لأنها لا تريد إنهاك الاقتصاد، لا تريد إنهاكها اقتصاديا ولا عسكريا، لأن كل الدول التي خاضت حروب بدون استراتيجية واضحة وهدف واضح سيصب بالأخير على مصلحة المواطن والمصلحة العليا كانت خاسرة. فالصين أدركت الدرس. ما مصير جزيرة تايوان بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، وأهداف ومصالح الصين الحقيقية في تايوان؟ والله مصير جزيرة تايوان نرجع خطوتين، هو الترتيب تايوان في الجغرافيا السياسية بدأ في 1949 لما انتهت الحرب الأهلية في الصين، وبالتالي فر إلى تايوان القادة المهزومون بعد الحرب الأهلية، ومن ثم تم إقامة النظام بتاعهم للقادة المهزومين الذين تم هزمهم في الصين، وبدأوا في إنشاء النظام الجديد لهم في تايوان. بعد كده دخلت تايوان في النهاردة تايوان مساحتها يعني 36 ألف كيلومتر مربع، السكان 23 مليون. المنفذ الوحيد لتايوان وصناعة تايوان، بالمناسبة تايوان من الدول العظمى التي تصنع أشباه الموصلات والحواسيب، خمس استهلاك العالم من الحواسيب وأشباه الموصلات يخرج من تايوان. وبالتالي هنا في نقطتين، الصين تدرك تماما خطر المهاجمة العسكرية على تايوان، في هذا الأمر هناك ضرر على المصالح الصينية قبل التايوانية، لأنه الحرب ما بين دولتين يعني الصين وتايوان تصدر أو تصنع 50% من أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية التي لا غنى عنها. وقال بعض المتخصصين إنه لو ضربت الصين هذا المصنع لا يعد خسارة كبيرة لتايوان وللعالم أجمع، ويكفيها بدلا أن تجتاح تايوان أو أن تحدث. اسمح لي أن نتوقف قليلا عند هذه النقطة، نذهب إلى هذا الاتصال التليفوني والمشاركة التليفونية مع الأستاذ عامر تمام الخبير في الشؤون الأسيوية. أستاذ عامر مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كيف تقرأ مشكلة المنطاد وسبر أغوارها وحقيقتها؟ يعني حقيقة المشكلة هي مشكلة مفتعلة في واقع الأمر من جانب الولايات المتحدة،
الأزمة الحقيقية هي عدم التوصل إلى توافقات بشأن الزيارة الخاصة ببلينكين. هذه الزيارة التي كانت مقرر أن تتم اليوم، هذه الزيارة لم يتم التوصل إلى توافقات بشأنها، ومن ثم كان هناك ضرورة لإيجاد مبرر لإلغاء هذه الزيارة، ولذلك لجأت الولايات المتحدة إلى تضخيم أزمة المنظار، وهي أزمة في واقع الأمر حتى وإن كان منظار للتجسس يمكن أن يتم تداركها وحل هذه المشكلة في الغرف المغلقة. نعم. طيب في تقديرك لماذا يعني الولايات المتحدة لم تسقط المنطاد مباشرة وأبقت عليه قليلا يعني في الهواء، ولماذا فعلت أصلا الصين ذلك؟ لأن الولايات المتحدة يعني إسقاط المنطاد له عواقب أخرى، له أمور ربما تكون لها تأثيرات سلبية على العلاقات ما بين الطرفين. الصين قادرة على إسقاط أقمار صناعية، الصين قادرة على التأثير بشكل أو بآخر على القوات الأمريكية في المناطق المحيطة بها، وبالتالي أعتقد أن عملية إسقاط المنضاد له تأثير كما ذكرت وزارة الدفاع الصينية اليوم، له تأثير على العلاقات، فبالتالي هذه العمليات لابد أن تكون محسوبة من الجانب الأمريكي حتى لا يكون هناك رد فعل يعني يؤثر بشكل أو بآخر على العلاقة بين الجانبين. يعني هل في تقديرك يعني ضخمت الولايات المتحدة الأمريكية من أمر المنطاد حتى يكون مبررا وذريعة لإلغاء زيارة وزير الخارجية، أم إنه الصين فعلت ذلك في هذا التوقيت كما تفضلت سيادتك لعدم وجود توافقات في هذه الزيارة، فيعني ذرة للرماد في العيون قامت الصين بذلك؟ لا أعتقد يعني ذلك، أعتقد أن الصين كانت ترغب في القيام بهذه الزيارة، لأن هذه الزيارة من وجهة النظر الصينية هي انتصار لإرادة الصين، خاصة وأن هذه الزيارة تقوم بها الولايات المتحدة دون أن تقدم الصين أي تنازلات. لذلك الصين كانت ترغب في هذه الزيارة، وكان هناك تنسيق للقاء بين بلينكين وشي الرئيس شي، وربما هذه هي من المرات القلائل في واقع الأمر التي يتم فيها عقد لقاءات ما بين وزير خارجية أمريكي ورئيس صيني. لذلك أعتقد أن الصين كانت ترغب في هذه الزيارة، ولذلك كان الولايات المتحدة هي التي كانت تريد تقديم تنازلات، تريد أن يكون هناك مساومات ما من جانبها للتأثير أو للضغط على الصين في هذه الزيارة، ولتقديم تنازلات تستطيع الإدارة الأمريكية تسويقها للداخل الأمريكي وللحزب الجمهوري. هذه التنازلات لم تستطع أن تنتزعها من الصين خلال الفترة أو خلال اللقاءات التي شملت مساعدة وزيرة الخارجية إلى بكين وغير ذلك من اللقاءات، لم تستطع الولايات المتحدة انتزاع تقديم أي تنازلات من الصين. لذلك كانت تريد الولايات المتحدة أن تصل إلى أي ذريعة يتم من خلالها تبرير تأجيل الزيارة والضغط على الصين، وأيضا جزء آخر مهم وهو إظهار الصين بمظهر الدولة المارقة التي تنتهك القوانين الدولية، تنتهك أجواء الدول الأخرى، وهي صورة لا تريد الصين أن تصدر لها أمام العالم. نعم. أستاذ عامر، يعني سؤال محير لدى كثير من الناس، لماذا لم تقم الصين باجتياح تايوان رغم ما حدث منها من خروقات في المجال الجوي لطائراتها للمجال الجوي التايواني، ورغم أنه الفرصة كانت سانحة في انشغال الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي في الحرب الدائرة الآن ما بين روسيا وأوكرانيا؟ مسألة تايوان الحقيقة الأمر هي لها حسابات مختلفة للغاية بالنسبة للصين. أولاً الشعب التايواني هو شعب صيني، هو العرقية التايوان غالبية
الشعب التايواني من عرقية الهان. نعم. وهي العرقية الغالبة الحاكمة في الصين، هذه واحدة. فبالتالي إذا كان هناك حرب حقيقية أو اجتياح حقيقية، اجتياح حقيقي فهو بمثابة حرب أهلية، لا تريد الحكومة الصينية ولا الحزب الشيوعي أن تظهر بهذا المظهر أمام الشعب الصيني. هذه واحدة. من ناحية أخرى، مسألة تايوان لها أكثر من بعد. أتستطيع الصين إنهاء المسألة من خلال، أو لديها خطط لإنهاء المسألة من خلال الجانب الدبلوماسي، وكان هناك تقدم في واقع الأمر قبل وصول الحزب التقدمي الديمقراطي للحكم من خلال المفاوضات التي عقدت مع حزب الكومنتانغ، وكان هناك يعني رغبة أو ميل من جانب الكومنتانغ لتطبيق نظام دولة واحدة ونظامان كما هو الحال في هونغ كونغ وماكاو. ولكن عندما جاء الحزب التقدمي الديمقراطي وحدث ما حدث من الشقاق ما بين الولايات المتحدة والصين، بدأت الأمور في التأزم في تايوان. الصين لديها يعني خطة أساسية، إذا ما قررت أو أعلنت تايوان الانفصال بشكل رسمي أو الاستقلال عن الصين بشكل رسمي، أعتقد في هذه الحالة سيتم الاجتياح عسكريا. غير ذلك ستلجأ الصين إلى المفاوضات، ثم المفاوضات إلى أن يتم أو تكون هناك فرصة سانحة لاستعادة تايوان بدون أي خسائر. أما بالنسبة لموضوع الاختراقات للأجواء التايوانية أو حتى المياه البحرية التايوانية، الصين تعتبر هذه الأجواء أجواء صينية، لأن وفقا للقانون الدولي ووفقا لمبدأ صين واحدة التي تعترف به الولايات المتحدة وكل دول العالم أو غالبية دول العالم على وجه التحديد، فهذه الأجواء هي أجواء صينية. والصين تريد التأكيد كل مرة على أن هذه الأجواء أجواء صينية من خلال اختراق طائراتها لهذه الأجواء أو دخول المياه البحرية لتايوان. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عامر تمام الخبير في الشؤون الأسيوية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي الكريم دكتور محمد نصار، الباحث في معهد البحوث والدراسات العربية. ما رأيك في هذا السيناريو المتوقع الذي تفضل به الأستاذ عامر، أنه يمكن اجتياح الصين لتايوان إذا ما قامت تايوان بالانفصال تماما أو بإعلان الانفصال تماما عن الصين؟ والله مصداقا لكلام الزميل، وزير الدفاع التايواني قال أنه بحلول 2025 ستجتاح الصين تايوان يعني غزوا كاملا. لكن أنا أؤيد الضيف الكريم المشارك الكريم والزميل العزيز في نقطة واحدة، ألا وهي تايوان لم تعلن انفصالها بشكل كامل حتى ترد الصين عسكري. خلينا أقول لحضرتك أن الفاصل ما بين تايوان وما بين الصين يعني ما يقارب 146 كيلو، هو المنفذ الوحيد عبر مضيق تايوان لكل البضائع وكل الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات وكل والنفاذ إلى السوق الصيني ومن ثم العالمي يمر من الصين. وطبعا هو فعلا شعب واحد، وزي ما ذكرت لحضرتك هو بدأت الجغرافيا السياسية لهذه الجزيرة بعد الحرب الأهلية التي دارت في الصين، فكلهم بالأخير وطن واحد. لكن أنا أتصور أنه في سيناريوهات ممكن تلجأ ليها الصين. لما نيجي نرجع للحرب العالمية وبدأ الوزير الخارجية الفرنسي اللي أشار أن بدل ما احنا بنتناحر وحرب عالمية أولى في تانية، طب ما تيجي نتوافق اقتصاديا، وبدأ فكرة الفحم والفولاذ، الفحم والصلب، ومن ثم الاتحاد الأوروبي. بالضبط، ومن ثم جاءت فكرة الاتحاد الأوروبي، يعني نفس الدول المتصارعة جلست على طاولة واحدة، ثم مفاوضات، ثم تكتل، يتكتلون ضد الروس الآن. فالنهارده ما فيش عداء يدوم في السياسة ولا صداقة تدوم. فأتصور أنه لو في تفاهمات ما بين تايوان وبين الصين بشكل جذري، يعني أتصور أن الصين ليست في حاجة إلى شعب 23 مليون نسمة، سواء كانوا منهم أو مش منهم، أو المساحة بتاعت تايوان مش اللي هي. لكن الهدف الرئيس للصين هو تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة. هو مش عايز الولايات المتحدة الأمريكية بحاملة الطائرات الأقوى في المنطقة هناك تبقى بجواره،
ده تهديد للأمن طبعاً. السلم الصيني. درع السيليكون التايواني، التكنولوجيا، خليني أقول حضرتك النهاردة الاستراتيجية اللي أطلقها وأغضبت ترامب وأغضبت الولايات المتحدة الأمريكية آسف في 2015، لما أطلقت الصين في 2015 قالت بأن بحلول 2025 سيكون الشعار صنع كل شيء في الصين. طب صنع كل شيء، ما احنا كل شيء مصنوع في الصين حاليا، لكن هو كان يقصد الصناعات الدقيقة التي تعتمد الصين على الغرب فيها. وده كان، وده نفسنا احنا هنا نتعلم الدرس من الصين في هذه النقاط، ان هو بدأ يشوف ايه اللي بيجيبه من الغرب، فبدأ يعني ينظر زي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمة للمركبات الفضاء، معدات الفضاء، السفن، المواد الدقيقة والعالية الدقة. ومن هنا جاءت الخطة واضحة في 2015 أنه بحلول 2025 صنع كل شيء في الصين من الصناعات الدقيقة. وده بدأ بثلاث أربع نقاط، والولايات المتحدة الأمريكية تتهم الصين بأنها خرقت المعاهدات والاتفاقات الدولية. ليه؟ لأن هو اشترط على أي شركة أو أي كيان أجنبي يعني يعمل في الصين مقابل النفوذ للسوق الصيني الكبير لابد من وجود شريك صيني وإطلاعه على التكنولوجيا. الأمر الثاني شراء براءة الاختراع الفكرية ونسبها للصين، ومن ثم تقود الصين العملية بدون الغرب. أخيرا انفاق الصين الان، لما تيجي تلاحظ حياتك الانفاق الهائل على مراكز الابحاث والعلوم والتكنولوجيا، لانها ادركت تماما انها لابد من تصنيع كل شيء داخل الصين. وهذا طبعا يغضب الغرب والولايات المتحده الامريكيه، لان سوق زي السوق الصيني بنتكلم عن مليار ونصف المليار داخل الصين، وسوق نافذ للعالم اجمع. فده هو سوق نافذ ويعني وقوي، ولكن الهند تجاوزته الان. الصين الهند يعني تنافس المانيا على مقعد، تنافس المانيا حتى في الترتيب الاقتصادي، وتنافس الصين في عدد السكان. طيب. وصل للمليار اكثر. طيب. من مليار. في 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 الموقف الخاص والمعلن من الصين تجاه الحرب الروسيه الاوكرانيه ودعمها لروسيا، هل فقدت بكين بهذا الموقف الاتحاد الأوروبي؟ والاتحاد الأوروبي كان شريكا وكانت تربطهم علاقات اقتصادية قوية مع الصين. في الحقيقة الصين الاستراتيجية واضحة، ب 2049 الصين هو العملاق المسيطر والذي ينافس الأمريكان على السيادة في العالم. لماذا تقول مسيطر دائما دكتور محمد في حديثك، رغم أنه ما الصين أعلن في حديثه وفي مشروعه اللي هو السيلك رود أو طريق الحرير، وأن هناك محطات أكثر من 56 محطة من هذا الطريق الذي يمتد من الصين مرورا إلى دول كثيرة، هو يريد ويقول أنه يريد أن يصعد ومعه آخرين، ويريد أن يكون هناك عدالة في النجاح وعدالة وتكافؤ. نعم. وكان يؤكد دائما أن الأصدقاء، نحن نتذكر خطابات تشي جي بينغ وقبله هو جنتاو وقبله الإدارة الصينية بشكل عام. لماذا تقول دائما يسيطر؟ ما يقوله صحيح، يريد أن يصعد ومعه آخرون، لكن لم يحدد من الآخرون. الآخرون من الدول التي لا تنافس الصين أو لا تسعى لمنافسة الصين على عرش العالم، على أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. هو النهاردة ممكن يعمل تحالفات مع العرب، مع الاتحاد الأوروبي، ما عندوش أدنى مشكلة في ده. لكن هو في 2049 كيف سيصل في 2049 أنه يكون القطب الأول للعالم؟ هنا عندنا نظريتين في السياسة الدولية، النظرية الواقعية، وأنا أؤيد هذه النظرية بالمناسبة، النظرية الليبرالية. الليبراليون يرون بأنه بالمصالح والصناعة وبالاقتصاد والتبادل التجاري يعيش العالم في سلام وتتحقق الأمن، يتحقق الأمن والسلم الدوليين. لكن الواقعيون يرون، وأنا أؤيد هذه النظرية، الواقعية السياسية، وهي ما جعلت جو بايدن بعد أن أدار ظهره للمنطقة العربية صح. عاد إليها. كنت لسه عامل إسقاط على هذا الأمر. فهو النهاردة الواقعيون عندهم حتمية الصراع. ليه حتمية الصراع؟ أنا النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية هتعاون أنا مع الصين، ومن من أدخل الصين إلى المجال والفلك، المنظمة التجارة العالمية، وأوجد لهم هذا السوق الهائل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك
يعني توافق في المصالح لا أنكر، لكن في لحظة ما أو في نقطة معينة سيتم المعارضة، ستكون هناك نقطة اختلاف وتعارض مصالح. عند هذه النقطة لابد من الصراع. وعلشان حتى لما نيجي طالما عملنا إسقاط على النظرية السياسية الواقعية، هو النهاردة حتمية الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين، حتمية الصراع ليه؟ هو النهاردة الهدف بتاعه في الاستراتيجية أنه يكون القطب الأول للعالم. من القطب الأول الآن؟ الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيزيح الصين؟ كيف تزيح الصين القطب الوحيد أو الأول في العالم؟ النهاردة احنا بنعيش يعني مش أحادية القطبية، في تعدد قطبية. النهاردة روسيا داخلة على الخط، ألمانيا، الهند حتى تفضلت، الصين، برازيل، والبرازيل ودول ناشئة كتير. وبالتالي أنا علشان أزيح وأحقق الهدف بتاعي في 2049 الماراثون المية، ان انا ابقى القطب الاولاني في العالم، لابد من الصدام. طب كيف الصدام؟ الصدام العسكري، وهذه هي النظرية الواقعية، حتمية الصراع عندما يعني تختلف المصالح او تتعارض المصالح. الصراع العسكري او الصدام العسكري، وهذا السيناريو مستقبلي يمكن ان يكون متوقع، لكن المسافة بينهما كبيرة، وبالتالي اين سيكون مسرح الصدام؟ اتصور مسرح الصدام لو هنتكلم على تغيير للنظام الدولي، نعم، السيناريوهات، نعم. السيناريو التفاؤل زي ما قلت لحضرتك في الأول، نفس السيناريو بتاع وزير الخارجية الفرنسي والفحم والصلب والتوافقات والتفاهمات، ده سيناريو تفاؤلي. التشاؤمي بأنه فيه يعني حتمية الصدام، وما يدريني بأن تايوان ستعلن غدا انفصالها. طيب خلينا أقول لك أن النهاردة الصين ليه بتأجل قرار اجتياح تايوان؟ لحاجتين، زي ما تفضلنا في الأول وقلنا أنه لم تعلن تايوان رسميا انفصال، ثانيا المصالح المشتركة، الشعب الواحد. لكن عندما تعلن تايوان بدعم غربي، أنا ممكن النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تايوان في هذا القرار وتأخذ الخطوة علشان تنضم للأمم المتحدة وتبقى دولة ذات سيادة كاملة. الرد الطبيعي للصين اجتياحها، ومن هنا الحرب العالمية الثالث، وبعد ذلك تشكيل النظام العالمي الجديد. ده السيناريو الأسوأ التشاؤمي. السيناريو المتوقع، المتوقع بأن الصين لا تميل، وزي ما قلنا في الأول أن الرئيس الصيني العقلية بتاعته هو رأس مالي، يبدو شيوعي وحزب شيوعي، لكن هو في الأساس الهدف الرئيسي له الاقتصاد وتنمية دخل الفرد والاقتصاد والتواجد في المنطقة، الزيارة للمملكة العربية السعودية، ترحيبه بالعمل مع مصر ودول الجوار. هو النهاردة عايز يوجد لنفسه وينشر الفكرة اللي هو الحزام، مبادرة الحزام والطريق والمبادرات الهائلة والدعم الصيني للدول المجاورة، كل ده بيخدم على الفكر أو الخطة الاستراتيجية بتاعت الصين. لأنه هو النهاردة حتى لو هيصطدم، مش هيصطدم قبل 20 سنة، قبل عقدين من الزمان، 3 عقود. ليه؟ علشان هو من ضمن الخطة يعني قطبية العالم، القطب الأول، لكن قبل قطبية العالم أو القطب الأول في العالم عنده أهداف كتير جدا، فبالتالي هو بيحط الخطة 100، فبالتالي بيقطع الخطة الماراثون 100 إلى خطة 5، خطة 10، وبالتالي بنسمع كل شوية آخرهم 2015 بأنه بحلول 2025 صنع كل شيء في الصين. بعد 2025 هتبدأ الاستراتيجية الأخرى من 2035. لكن السيناريو المتوقع التفاهمات والتناغمات مثل الاتحاد الأوروبي. عظيم. اتهامات واشنطن لبكين بممارسة سلوك استفزازي في المحيطين الهادئ والهندي، ما أساس هذه الاتهامات وما هي حقيقتها في تقديرك؟ أساسها في الحقيقة الجزر الصناعية اللي أوجدتها الصين في المحيط الهادئ الذي لم يعد هادئا. هل يمكن أن نعطي يعني إشارة للسادة المشاهدين عن هذه الجزر وهذه الخطة الذكية التي مرت عبر سنوات من الصين، أن خلقت جزرا صناعية في مكان قوية وتحمل من المعدات العسكرية ما يبيد تايوان بالمناسبة. لكن هو الخطوات كانت كالآتي، وده بالمناسبة كله في السياق بتاع نفس الموضوع اللي بتكلم فيه، انه العقلية الايديولوجيا بتاعت متخذ القرار الرئيس الصيني هو لا يستعجل على الحرب، هو يعلم تماما ان الصدام مع تايوان او غير تايوان سيكلفه كثير، وخصوصا تايوان، لانه زي ما قلنا في الاول انه شعب واحد. وأن حتى اللحظة اللي بتكلم فيها دي لم تعلن تايوان استقلالها كدولة ذات سيادة كاملة ودخلت، وبالتالي النهاردة هي لو أعلنت ودخلت، هو ما شروط الانضمام للأمم المتحدة أكبر منظمة عالمية؟
أن تكون دولة، أن تكون دولة ذات سيادة كاملة، ده رقم واحد، ويعترف بها، ويعترف بها المجتمع الدولي، ومن ثم تقبل الأمم المتحدة عضوياتها. طب احنا كل المراحل دي لم تحصل، يعني لم تحدث ولا خطوة من المراحل يعني دي. الجزر الصناعية دي أوجدتها الصين، أوجدتها الصين رويدا رويدا، لأن هو لازم يبقى عنده. النهارده انت بحياتك بتتكلم على عقلية بيضع خطة، بيضع خطة لدولته على 100 عام، فبالتالي لازم يبدأ يشتغل عليها كل 5 أعوام يحقق هدف معين، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. فإن الصين أوجدت هذه الجزر ومن ثم تتفاجأ تايوان، يعني درع السيليكون الذي يقال أنه يحمي تايوان والغواصات الأمريكية وحاملة الطائرات، كل هذه لا تصمد أمام الجزر الصناعية التي أوجدتها الصين. طبعا. أوجدتها الصين رويدا وبعقل بارد وبهدوء أعصاب. هو لا يستعجل على شيء، هو يعلم تمام مكانته. الإنفاق العسكري، هل لا تستطيع الصين التي لديها من سندات الخزانة الأمريكية 1.113 تريليون دولار، لا تستطيع أن ترفع الإنفاق العسكري من 250 ل 700 زي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو طبعا يستطيع، لكن هو لا يريد أن ينجر إلى حرب أو إلى إهلاك أو إنهاك عسكري كما حدث مع الاتحاد السوفيتي. لا تنسى دكتور محمد أنه من وضع فن الحرب، كتاب فن الحرب لسان تزو، وهذا الكتاب الذي يوزع على جنود الأمريكان، جنود البحرية الأمريكية، وهذا الكتاب أو الكتيب الذي علم العسكرية فنون كثيرة في العالم كله، وضعوا الصين، وهؤلاء الناس أصحاب حكمة وأصحاب حضارة، والثقافات هي الحصان الرابح الذي صحيح يعني يخطط كل شيء. والصين لها من عمق التاريخ ما لها. طبعا. ناهيك عن عقلية الرئيس الصيني، وجود خطة واضحة منتهجة. النهاردة لو رئيس الصين توفاه الله، ما الذي يليه سيسير على نفس الخطة؟ لأن احنا بنتكلم على دولة تعدادها 1.5 مليار، فما فيش مجال لأنه أنا أحط الاستراتيجية بتاعتي وبعد كده يجي حد يغيرها ونبدأ من الصفر. هي استراتيجية واضحة للدولة ككل. عظيم. طيب فيما يتعلق بالحرب بالوكالة، هل يمكن أن يعني الصين تدخل في حرب بالوكالة مع القوى الغربية بناء على مواقفها؟ يعني شفنا المشهد الأروع والمثل الأروع، أوكرانيا يعني لم تدعم الدعم المتوقع، لأن هو مش عايز صراعات. يعني النهارده حياتك لما يبقى عندك جبهات، هي من ضمن الاسباب للانسحاب الافغاني ايه؟ ان هو ادرك تماما انه عنده كذا جبهه مفتوحه، فهو بالتالي وجودك في جبهات في افغانستان، وجودك في صراعات داخليه في العراق، وجودك في صراعات مع ايران، وجودك في صراعات داخليه مع روسيا، ثم تفتح الطريق على نفسك في ملفات ضخمه، الامر ده هيرهق اي اقتصاد عالمي. وبالتالي الصين، وأعيد وأكرر، تريد أن تسيطر بهدوء. سيطرة بهدوء، يعني أنا خطتي واضحة، وبالتالي هنفذ، هنحط تارجت أن أنا هصل لنهاية الطريق ده بعد 100 سنة. بس علشان أوصل لآخر الطريق ده أنا لازم أعد على كل المحطات. صحيح. دي. صحيح. فكل محطة من دول يعني خطة زمنية محددة، خطة زمنية واضحة. والقرار في الصين ليس قرار فرد. قرار حزب. صحيح صحيح. أمتعتنا دكتور محمد الدصار. شكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ضيفي الكريم. باسمكم مشاهدينا الكرام أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم دكتور محمد نصار، الباحث في معهد البحوث والدراسات العربية. شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وغدا حلقة جديدة. إلى اللقاء.